مسألة مهمة بسيطة وكانت في منتهى الأهمية، بيقول ماذا يحدث لمقدار القوة المغناطيسية اللي هي F دي المؤثرة على سلك إذا زاد قطر السلك إلى الضعف؟ إذا زاد قطر السلك إلى الضعف، الإجابة ببساطة عشان ما نضيعش وقت كتير، عندما يزداد قطر السلك للضعف هتقل مقاومته إلى الربع، فتزداد شدة التيار إلى 4 أمثال، فتزداد القوة إلى 4 أمثال. وتقدر يعني ده مش كلام نظري، يعني ده كلام لو انت حللته كده، يزداد عندما يزداد قطر السلك، ما احنا عارفين المقاومة النوعية وعلاقتها بـ 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 بقطر السلك. المقاومة هتقل لما قطر السلك هيزيد، وبتتناسب مع التربيع، ضعف يعني 4 أمثال، يعني المقاومة هتقل 4 أمثال. طالما المقاومة قلت 4 أمثال، ما بتتناسب طردي 4 أمثال، يبقى شدة التيار هتزيد 4 مرات. وطالما شدة التيار زادت 4 مرات، ما قانون القوة بيتناسب، القوة تتناسب طردي مع شدة التيار، يبقى القوة هتزيد 4 أمثال. ده التحليل يعني للإجابة اللي قلناها بشكل سريع. دي مسألة مهمة، مديني شدة التيار السلك اهو، ومديني كثافة الفيض المغناطيسي، بيقولي احسب اف على وحدة الأطوال، احسب القوة المؤثرة على وحدة الأطوال، مش احسب القوة ومديني الطول، لا مش مديني الطول. طب الإجابة هتبقى ازاي؟ الإجابة ان انا هوريها لكم دلوقتي، ان احنا هنضرب الاي في البي في ال، القانون بتاعنا بيقول كده. لا مش هنضرب بقى اي في بي، هنضرب اي في بي بس، هنشوف كده. دي طبعا مسألة ان انا بجيب ال تحت اف، طالما هو عايز اف على وحدة الاطوال، وبقول بتساوي بي اي بتساوي 0.1 في 10 بتساوي 1 نيوتن على متر، لكل متر 1 نيوتن على وحدة الاطوال. فخلي بالك من الطريقة دي، دي ملحوظة مهمة. دي مسألة برضك بسيطة، هو مديني القوة المؤثرة على السلك 3 × 10⁴ نيوتن، مديني طول السلك 30 سنتي، مديني الطريق اللي ماشي فيه 0.4 أمبير، عايز كثافة الفيض المغناطيسي العمودية على السلك وعمودية على القوة، هتساوي F على IL، وعوض بالقيم دي ألاقي النتيجة هتطلع 2.5 × 10 أس ناقص 3 تسلا. وخلصت على كده. هو بقى يعني دي مسألة جت في امتحان قبل كده، يعني الموضوع بسيط، جت في امتحان 2002، بس هو بعد كده طلب، بعد ما جبنا البي، قال لك خلاص بقى كل حاجة موجودة عندنا، البي والمتعرض لها السلك، وعندنا طول السلك، وعندنا الشطار، طلب مني ان يجيب القوة المؤثرة على السلك لما يكون الزاوية اللي بيعملها مع الفيض او الفيض مايل بزاوية 30 درجة، فبجيب ساين 30 وبضرب، بتطلع 1.5 × 10⁴ نيوتن. دي كانت مسألة جات في امتحان 2002. نسمع المسألة دي، بيقولك سلك اللي هو السلك اللي قدامنا ايه بي ده، ماله؟ موضوع افقين اهو، افقي اهو في مجال مغناطيسي كثافته 0.2 تسلا، مجال المغناطيسي ده 0.2 تسلا، اتجاهه داخل الصفحة اهو، علامات الكروسات اتجاهه داخل الصفحة، بحيث يكون عمودين على السلك. اوجد قيمة واتجاه التيار الذي اذا مر في السلك يسبب تولد قوة مغناطيسية على السلك تسبب انعدام وزنه ظاهريا. يعني السلك ده ليه وزن، ويت يعني، ودي مسألة مشهورة، يعني احنا عايزين ناخدها، فعايزين قوة هتأثر على السلك تسبب انعدام وزنه نتيجة مرور تيار. هو مصدر الجهد مش مديني اتجاه الجهد ايه، عايز ان انا اعرف اتجاه التيار ايه عشان القوة تبقى فوق، وعايزين نحفظ الستايل ده في الرسمة، نحفظه طبعا عشان ما نقعدش نضيع وقت، يعني طالما التيار داخل جوه، ويبقى التيار طالما كثافة الفيض داخلة عمودية على الصفحة، يبقى التيار هيبقى كده، ده اتجاه اي، اتجاه اي من بي الى ايه،
هو ده اتجاه، وطبق قاعدة فليمنج لليد اليسرى هتلاقيه كده. يبقى انا عايز القوة اللي تتزن مع الوزن، يبقى لازم اكون عارف الوزن ووحداته عشان اما اساويهم ببعض تكون نفس الوحدة بتاعة الوزن تطلع بالنيوتن زيها زي القوة. هي دي الفكرة الرئيسية للمسألة، ان انا عايز هو مديني هنشوف بقى الحاجات الباقية اللي مديهاني. مديني الكثافة الطولية للسلك 20 جرام على المتر، يعني كثافته 20 جرام على المتر. ومديني عجلة الجاذبية الأرضية 10 متر سكن، يبقى لازم دي أحولها لكيلو جرام. علشان طبعا لازم نبقى عارفين ان لما اضرب الكتلة في العجلة هتطلع الوزن، الويت يعني، الويت ده هيطلع ام جي الكتلة فيه. تعال نشوف هنحلها ازاي. النوعية دي من المسائل ان هنا الكتلة في العجلة بتساوي الوزن الويت ده، والقوة اللي هي فوق دي بتساوي بي اي ال اللي هو القانون بتاعنا بتاع القوة المغناطيسية. ولكن اهم حاجة عندنا احنا عارفين ان كثافة الفيض بالتسلا، شد التيار بالامبير، الطول بالمتر، هو مش مديني اطوال. وعارفين هنا مديني كمان، عشان كده هو مش مديني اطوال، فانا هسيب ال دي زي ما هي. وهنا اقول ان انا هضرب بردك اللي هو مديني وزن كثافة طولية للمتر، يعني 20 جرام، يعني لو ضربتها في ال يبقى في طول السلك يبقى ال الناحية دي هتطير مع ال الناحية دي، هنشوف يعني عمليا يعني. ولازم تكون الكتلة هنا، لازم تكون الكتلة بالكيلو جرام. طبعا بركز تاني، احنا عايزين اي اللي يحصل اللي تسبب ان مرور التيار اللي هيمر هنا اي واتجاهها، شد التيار واتجاهه اللي يجعل السلك يحدث له اتزان بين وزنه، لان هو السلك متعلق، وبين يعني ما تحركش، يبقى في حالة ثبات. يا ترى شد التيار اللي هتمر هتبقى ايه؟ فهنعوض بقى في القانون ونشوف هنعوض. يبقى هو هنا اما جيت عوضت 0.2 في اي في ال، وطبعا ده ال مش موجود عندي ولا اي موجود عندي، الناحية التانية برضك ال اللي هي نفس طول السلك مش موجودة، هيطيروا مع بعض. والكتلة عوضت عليها ب20 على 1000 في 10، اقدر اجيب شدة التيار على طول، لان ال دي هتطير مع ال دي، هلاقي شدة التيار هتطلع 1 امبير، واتجاه التيار من بي الى ايه. لاحظ في المثال ده انه كان مديني كثافة طولية للسلك، يعني وزن المتر الطولي للسلك، عشان كده لما جيت ضربت الوزن المتر الطولي ضربته في ال عشان اجيب الوزن كله لطول السلك كله. المسألة دي جت في امتحان قبل كده، بيقول لي ان سلك معدني ملفوف في هيئة ملف دائري نصف قطره 7 سنتي اهو زي ما احنا شايفين، وعدد لفاته ان بتساوي 4، وعندما يمر فيه تيار شد ينشأ في عند مركزه مجال مغناطيسي كثافة فيضه 3.52 × 10^5 تسلا، فإذا شد السلك ليصبح سلكا مستقيما، شدنا السلك بقى سلك مستقيم. يعني ايه بقى سلك مستقيم؟ يعني طوله بقى 4 اللي هي عدد اللفات في محيط اللفة اللي هي 2 باي ار، فهنحسبها يطلع ده طول السلك. فإذا شد السلك ووضع في مجال مغناطيسي كثافته 1.5 تسلا بحيث يميل على اتجاه المجال بزاوية 30، احسب مقدار القوة المؤثرة على السلك. دي مسألة زي ما قلنا جات في امتحان سنة 2004 دور تاني. اول حاجة هو مديني الملف الدائري ده عدد لفاته ومديني كثافة عشان اجيب شدة التيار. هجيب شدة التيار هطبق في قانون الملف الدائري بي بتساوي ميو اي ان على 2 ار، عندي ار موجودة بس هعوض عليها بالمتر، عندي ميو اللي هي 4 × 10^7، عندي ما عنديش شدة التيار، عندي بي اللي هي 3.52 × 10^5، عندي ان اللي هي 4، اعوض اجيب اعوض في كل عندي 7 اللي هي بوينت بوينت 7 دي يعني 0.07، اعوض بكل الكلام ده اقدر اوصل لي اي، الاقي اي تطلع 0.98 امبير. بعد كده السلك اتفرد اللي هو اللفة الاربع لفات دول فردناهم بقت سلكة طويلة، يبقى طولها 2 باي ار في 4، احسبه يعني هيطلع، بس اخليه يطلع معايا بالمتر، اخليه يطلع بالايه بالمتر. بعد ما بعوض بقى في قانون القانون بتاعي ده
بس هو بيقول لي ان هو بيميل بزاويه 30، فلازم هنا يبقى في ساين 30. انا معوض عنها، بس انا ما جيت كتبت هنا ما كتبتش ساين 30. يبقى بعد ما كتبنا الكلام ده كله في ساين 30، البي اللي هو مديهاني 1.5 في 0.98 شده التيار، في ال اللي انا حسبتها هنا 4 في 2 باي ار في نص اللي هي ساين 30، تبقى النتيجه الرقم اللي طلع ده 1.29 نيوتن. المسألة دي جت في امتحان سنة 2000، دور أول سنة 2008. بتقول ايه المسألة؟ سلك من الألمونيوم اكس واي، ده سلك من مادة الألمونيوم اكس واي، مساحة مقطعه 0.1، مساحة مقطع السلك ده 0.1 سنتيمتر سكوير، هي 0.1 سنتيمتر سكوير، معلقا أفقيا، متعلق أفقي، متعلق أفقي، بينما يلامس طرفاه نهاية دائرة كهربية. هو متعلق تعليق، طبعا واضح ان تعليق حر، وطرفيه دول بيتلامسوا مع دايرة كهربية كما هو مبين بالرسم الذي امامك، زي ما هو باين في الرسم ده. احسب كثافة الفيض المغناطيسي التي تعمل على ان يظل السلك معلقا. عايز كثافة الفيض المغناطيسي اللي تخلي السلك مظل معلقا بدون استخدام مؤثر خارجي، مع بيان اتجاه كثافة الفيض. يعني عايز، طبعا هو هنا مديني اتجاه التيار في المسألة، في المسألة من المسائل اللي فاتت كانت مديني اتجاه الفيض ومش مديني اتجاه التيار، هنا مديني اتجاه التيار ماشي كده اهو ومش مديني اتجاه الفيض، كثافة الفيض يعني. علما بقى ان كثافة الالومنيوم بتساوي كذا، 2700 كيلو جرام متر مكعب على المتر المكعب، ومديني عجلة الجاذبية الأرضية 10 متر على الثانية تربيع. نشوف الحل. معطيات المسألة بتحدد لي طريقة التفكير. هي فكرة المسألة ان انا هيتزن الوزن مع القوة، والقوة هتبقى فوق. شوف كمان انا عرفت القوة فوق، فبالتالي بناء على اتجاه القوة انا احدد اتجاه المجال، مش احدد مجال وقوة، انا عايز القوة فوق. ادي اف بتساوي دبليو، اف بتساوي دبليو. شوف بقى المعطيات اللي هجيب بيها دبليو. دبليو دي اللي هي عبارة عن الكتلة. طب ما هو مديني الكثافة ومديني مساحة المقطع، طب وايه تاني؟ ما انا لو يعني لو ضربت الكثافة في الحجم، الكثافة في الحجم، الحجم طبعا هنا مش مديني طول، يبقى هشتغل بال زي ما هي. الكثافة لو ضربت الرو في الاي في ال، جبت الكتلة، ضربتهم في عجلة الجاذبية الأرضية جبت الوزن الويت. اما القوة دي خلاص بقت عندي شدة التيار. يبقى انا كده استنتجت ان كثافة الفيض هتبقى عمودية على المستوى ده عشان القوة تطلع كده، لان التيار ماشي كده. هكتب المعادلة واحل. القوة بتساوي بي اي ال، انا هعوض اي عندي بي عايز اجيبها، ال هشتغل بيها زي ما هي كده، لان ال هنا في الطرفين هيطيروا مع بعض زي ما معودنا في مسائل القوانين دي، في المسائل اللي بالشكل ده يعني. رو ألمونيوم عندي، مساحة المقطع عندي، اللي هشتغل بيها زي ما هي، عجلة الجاذبية الأرضية عندي، أعوض بي في 10 في ال بتساوي رو اللي هي 2700 في مساحة المقطع 0.1 في 10 أس ناقص 4 عشان أحولها من سنتي المتر، في ال برضك ال دي هتطير مع ال دي، في 10 اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، ألاقي إن بي هتطلع اللي هو عايزها 0.027 تسلا، وعمودية على مستوى الصفحة، يعني هيبقى شكلها كده.